اتذكر يعني في مباراه الذهاب كانت كنا خسرنا نقطتين يعني ضد سوالم، يعني لم ننسى خساره هذه النقطتين لانه فريق طالما يعني سبب عده مشاكل بالنسبه لنادي الجيش الملكي، سيما وانه يعني يلعب على تفادي النزول. ف كنا محتاطين، كنا جاهزين، لكن في نفس الوقت كانت عندنا ثقة كبيرة باش نخرجوا بثلاثة نقاط. كان هناك تحضير ذهني، المجموعة الأولاد يعني كعائلة واحدة دائما يعني تحضيرا لكل هذه المباريات، والحمد لله في آخر المطاف يعني كسبنا ثلاثة نقاط، ومشكورين أبنائي على المجهود الكبير اللي قاموا به اليوم. إن شاء الله يعني إن شاء الله ما زالت مقابلتين، مصيرنا بيدينا كما قلنا، نفس المبدأ كل مباراة ناخذوها كنهائي، وربما كلمة هذه نهائي عندها مغزى أكثر واقعي في آخر الموسم هذا بالنسبة لنا. فبطبيعة الحال يعني تحذير واحترام المنافس، نعرف اللي مباراتنا القادمة مع تطوان، تطوان تنقل صعب عارفين، البارح تابعناه وكنا متواجدين في الملعب باش نزيدوا نتابعوا بكل دقة يعني منافسنا تطوان، لكن عازمين جدا يعني الانتصار في المقابلتين اللي بقات لنا. يعني ما يمكنش كل التضحيات وكل الاستحقاقات اللي قدمنا فيها يعني مجهودات كبيرة، ولو في الفترة الأخيرة كان هناك إرهاق، وهذا الإرهاق أثر على المردودية ونوعية اللعب مع غياب عدة اللاعبين. هذا للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.